السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. إخواني أحباب رسول الله، الحديث النخنهارة بحول الله ومدده ومديوسا تميم الداري انتثتو غدا سراني وشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يذ الإسلام يعوذس النبي صلى الله عليه وسلم إجن الحديث جميل جدا يوافق من زي جاي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة النس إمتو كرنس رضي الله عنهم الحديثة يدغينيخ وجبو الفيلم زي الأفلام من هوليود نخ القصة من قصص الخيال، بل من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الحديثة يروث مسلم، وكذلك يزد سنن أبي داود وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرها زي الكتب السنة، زي الحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها ثنى سريخ المنادي أبا الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم إتراغى أن الصلاة جامعة أستوغاف مزيدة أستوغاف مزيدة، وتغى أبا الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف حد إتراغى خيم سرم المرض نشان الأمر مهم يتعز النبي صلى الله عليه وسلم أذي خباز زي الصحابة رضي الله عنهم. وميدوسين غاث مزيدة يزج النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقيم تضحش الناس عليه الصلاة والسلام مكوري جنس زيوم أذي قيم ذي قمشان إذي يزج مكوري جنس زيوم أذي قيم ذي قمشان إذي يزج. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس المسن من ذوم جمعة إننا الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم. الأدب الأدب يكسد رب العالمين ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعروف الصحابة رضي الله عنهم ربدا مريت سكسد النبي صلى الله عليه وسلم وخالف مسألة نسند نثني قان الله ورسوله أعلم. الأدب يكسد رب العالمين ذي رسولنا ذي رسولنا صلى الله عليه وسلم نشين ذي الوقت من أذن ذي غاثين وورند الكتاب ونفهم شمية ذي مياه هذه سرهنين مورنخ العالم ويفهم من مقصد إيقاء أتوذ رنتا يتصدى الفتوى رنتا إيقاء يورن رنتا يتمزاح مك العلماء يني غاي بعد نخ الكتاب السنة يني ربدقا وانتفذ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكوان دي العلماء تبدع العلماء سكفارا العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصحابة رضي الله عنهم أن الله ورسوله أعلم نشين من نعزو ونيري مليح أنو يأخذ رضا سبحان أن تفضي العلماء الربانيين يني ديك سينزي الكتاب السنة يني تبع السلف الصالح رضي الله عنهم. الناس نقاش معكني ولأن تميما الداري تغذ ذايز ذارومي يزدغاري إبايع إسرم وما لا يمر يدلخ شن حاجة الدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفاح ومد يسي سلم وخاذ نشي المريض شن جندو ذاين يخذارو من يخمي يخصي يعني شيوث الإسلام أنفاح ميمي غنفاح لأن ذم الزواء يزدغى الدين الحق ينفكت زي الظلال يزدغى النور غى الهدى. ثم رب العالمين يقال القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، ويقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم أمجد يسادي صحيح مسلم زي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنا والذي نفسي بيده إتزج صار بالعالمين مرة يقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ونزي غاي سران زي الأمة يذو ذين إخذاروا ميا وشوي من شازي من زي دوسيخ إلا غذيري زي سحاب ثمسي نطار بالعالمين أدخل زي المؤمنين الصادقين. يقال النبي صلى الله عليه وسلم يحد ثي تميم الداري الحديث يوافق ميزي جدهم تحدث خ المسيح الدجال ما تولى مرحق ويقاني حد ثي قالت النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتحدث تميم الداري وذا العلماء قال يجوز الحديث الفاضل خ المفضول من يعني الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول تميم الداري رضي الله عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكشى المثل ذي العدل ذي الحق عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام يحدثي تميم الداري أنه نينذ بغاربه تاترثين بدكر الناس نينذ بغاربه وثندي ربحة من بعد كاد كيسن ربحة وضان دي ربحة شهاني ثني وضان دي ربحة وفي نيش الجزيرة إجنتي زيات آرين غاس وميغاس غارين ضرين خفي زيات النير وفين دينيج المخلوقة يجن الدابة يجن المخلوقة أهلب يعني واتويري زاث الناس ذو عرانس كل شيء ذا شواف ننس ويلك من أنت ننس ويلك من تعني الشم في الناس أنا الجساسة في الناس أنا الجساسة ننس نثني وما الجساسة من تعني الجساسة ونجيو بشات الناس انطلقوا روح ثغاهم شانين الديرة مش نومن يعبدن وذين في الناس اللي راح تغاهم شانين قادين يشمع ياز يتعزر خبانهم بالأشواق يتعزر خبانهم سالأشواق إن تميم الداري رضي الله عنه وميذا قتلنا قادين آياز نقذ الزايس يتغير خطير التشيطان ويوان قوات الزرن آورن الزايس وموذ في نغاهم شانين يتعود تميم الداري رضي الله عنه إن شنو فاذين يجنب نذم عماس وزرنا مشنا وانت خلقا يجي بنادم اعظم انسان خلق يتما عماس وزر بنادم اش بنادم اللي نزرين ومي غاس قال فينا ناس ويلك من انت عفوا قبر وفي انت شاف سلاح ديت زكفاس سنغاير الناس ثم زكفات دن ار ايضا مره ذي الحديد ناس ويلك من انت الناس انقذ ثوظم دخل خباينو إنا ما يمين تعنا مكنيو إنا ناس الشين ذي وذان زي العرب إنا ناس الشين ذي وذان زي العرب إنا سن خبا ما يي خنا روخو أني السقسة إنا سن خبا ما يي خيج ماركن شجات قناس شجر بيسان إنا ناس مين تعزو الزيس إنا سن ما عاتش الثمار النص ما عاد تارود إن الناس عاتش الثمار الناس عات تنزيسي وذان إن سن أما قعر حرة زغت فوتشفو الثمار الناس السؤال وثنين إن سن خبام يخ بحر تبارية بحر تبارية معروف من يجارو هذه دولة بني صهيون ذي نتجا بحر تبارية إن الناس من تعزو الزيس من ترخبه تعزو إن الناس تعزو ما عاد دي سامان ما وذي الشيء إن الناس عاد دي سامان عاد عما الناس قعر حر أما الناس أذنقسن أتفذروس إذا اسمه مان والعلماء زرين من يسيد طوين ونش زريخ سيمنتين وزريخ جيخ ذي الانترنت غزاق بحر تبارية يوض غا أقل من سوبي ذيس إحنا جاني مزيانتا في نغاد أخر تيران تبقى الناس دوما نعرف فدن سبحان ربي العظيم. ثم السؤال والثلاثين الناس أخبروني عن نبي الأمي في نبي الأميين فيكم صلى الله عليه سيدنا محمد الناس قيف فغد يعني إهاجر زي مكة على المدينة الناس نمين كيس جنوا عربا الناس ومن أرب العالمين استظهار خاسن ومن الزيس أورا تغث عام تسعة للهجرة يعني تغى الأمور مارة تابعة للإسلام مارة تغى القبائل عربا وثند الإسلام الناس أو كان ذلك يعني من النيشان ننسواه الناس قامني حسن إني ثنيا وميزيسو منن حسن يخفنسن ويقانا ميا المسيح الدجال.
الناس الخوان ذو مخباخ من عني غنش الناس القانش ذو المسيح الدجال هو ذي يقيم شان غذي ديس الإذن هما تفت فخات مواث وتجيخ بوشا القرية نخشان ومشان وإلا أغاس راحق أغاس الفخ إلا مكة وطيبة إلا مكة وطيبة فهما يحرمثن طارب العالمين خاس وزما غاس انتياذف مكور ما يتعزون ذياذف يقع المسيح الدجال مكور ما تعزون هذا الفخ يرقيد الملك سالسيف يشافي في سبع عدي الفاس ثنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ومعروف مزيد النبي صلى الله عليه وسلم أواني الصفن قالوا نيا يزن ذيني شي حاجة المسافة تزد الصفن تمغاري وديوا ذيني والحاجز إن الخوسين الحواجز المنير إن تعيش زمان الفتن ثنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها زريخ النبي صلى الله عليه وسلم يشاف سوع الديس وفوسنسني يخسن مخصان ذي المنبر يقع هذه طيبة هذه طيبة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يفاح ومن تيز دغذي طيبة هذا سيانا رب العالمين تشريفا وتكريما النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصحابة رضي الله عنهم الناس المولهم خباخ الحديث مش نواخ المسيح الدجال الناني وذان نعم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحديث تميم أنه يوافق من زجدهم تحداثق خل المسيح الدجال فذيج المنقبة تميم إلى يوم القيامة أتقيم ذي المنقبة تميم داري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وذي النبوش النبي قبر زي إلا وكان حقا عليه إلا ذي الحق خاس ذمر الأمة النس من الجن ذي الخائن اثنين ثم أن يستيقذ شن حاجث ذي يستيقذ الأمة النس وذي النبوش الفتنة يثما وذي النبوش الفتنة كتا سقومي خقار بالعالمين وذي النبوش أخطر فتنة سقومي خقار بالعالمين ثم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أخطر من فتنة المسيح الدجال نعم أخطر فتنة وللأسف العلماء طلبة العلم وتحذان شيء وذان والسوير شذي منايا إلا ذي المناسبات إلا ذي المناسبات نخ قليلا نشبع ذا غاري سنين وسرخ شن الخطبة نخ شن درس المسيح الدجال ربما كن يسرم إلا ذي المناسبات والسنخ ميمي وذان العلماء وتسبذني وذان أسفقني وذان ونشين كل منعني النهورة تكون منار العوام وإلا الفتن قانتيد ولا حول ولا قوة إلا بالله ذجن وقت يصفق ديس النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال يجن وصف دقيق جدا يكاد المؤمن يؤمن زيار بالعالمين يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أذين قد ورخ المسيح الدجال ستة وينينو لأن الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق إلى المؤمنين من رؤية الدجال بأعينهم هم يعني مرزرين المؤمنين زرين الدجال ستة وينسن رخبة النبي صلى الله عليه وسلم أصدق مرزر الدجال ستة وينخ لأن ستة وينخ ستة وينينو ستة وينش يمكن أذخضانت يمكن أذغلطنت ولكن أور النبي صلى الله عليه وسلم ستة وينس إذ كثر بالعالمين قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويقارب العالمين إذ كذي الطوينس ما زاغ البصر وما طغى نعم يقال النبي صلى الله عليه وسلم أمجد يسذي الصحيحين زي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقال عليه الصلاة والسلام قسق وذكني وزيس ومكور النبي وإلا يستيقذ الأمة نس الزيس ونوح عليه السلام يستيقذ الأمة نس الزيس سبحان ربي العظيم نوح أول الرسل والمسيح الدجال يزدي آخر الزمن ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقام كور النبي وإلا يستيقذ الأمة نس الزيس حمان السن شحال خطيرة يعني الفتنية شحال غان السن الفتنية تمقرنت ولا حول ولا قوة إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذو من خشم موار وثني بوش النبي شن قوم النس
قد سنم أن المسيح الدجال ذا ذاغر أربنهم سبحانه وتعالى وجب ذا ذاغر تبارك وتعالى جل جلال ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد في ذاته أحد في صفاته لا ند له ولا شريك له لا ولد له ولا والد له سبحانه عز وجل رب العالمين يثبت في الناس البصر يثبت في الناس السمع يثبت في الناس اليدين يثبت في الناس الوجه ولكن ما رمين دغايس ندير برنش رب العالمين بخلاف ذلك يقارخ النبي صلى الله عليه وسلم أذو من خيش موار وثني بوش النبي القوم الناس قد سنم الدجال ذا ذاغر أربنهم سبحانه وتعالى وجبوا ذا ذاغر تبارك وتعالى الحديث يروه بخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم الحديث النغني أيضا يروى في الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن مكر النبي وإلا يسجد الأمة النس مكر النبي وإلا يسجد الأمة النس زي المسيح الدجال زي الأعور الكذاب زي الأعور الكذاب زي ذاغر كذاب ألا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه ذا ذاغر وإن ربهم سبحانه وتعالى وجب ذا ذاغر قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه يعني بين عيني الدجال جاء في الطوين الدجال كافر قيجن رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إن الدجال ممسوح العين في الطنس تمسح مكتوب بين عينيه ذي النثيرة جاء في الطوين النس كافر أتغام كرة مسلم ذا متفاحظ يا مسلم والله العظيم متفاحظ قيجن رواية النغنية يقن يقاح قيجن رواية يارو الحديث يروى قيجن رواية الحذيفة لصحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إن جاث التوين النس كافر أتي غام كورا مسرم يغرى نهو يغري الله أكبر يغرى نهو يغري مرز ريد أتي غام كورا مسرم خمس وارس يا ربي شو غريخشا يا ربي مش غاقق تمسكين يحقق التوحيد يتزاد جاي تصدق ولكن ويسن وذيغا النبي صلى الله عليه وسلم يسفار راح يشك أي إني ما يوذني مقرانا نخيني ويغرين إقا يغرى نخوى يغري ذي العالم نخوى جبو ذي العالم وذي سغي الصغانة وارني الإيمان النس زي سيدة ربي سبحانه وتعالى ذي التصديق النس النبي زي النبي صلى الله عليه وسلم ذي مانا يا ذي سغي الصغان أورا جاثي التاوين المسيح الدجال ولكن ذيني ربعا بن يوذان وزمان بوذ غانا ورا وخا يغرى وخا غاس الدكتورة وخا يسن من يسن ولكن وزمان بوذ غايا ورا من عنا نينا يني ويؤمن شزي سيدة رب العالمين وكذب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرخو يظهر تسند ربعا في القنوات الدعاية في النسخة العلماء يقارش الشين كفخا القرآن وجمين غانك زي السنة موجود هذه حقا القناية غا تلفزيونا بعد غا تلفزيونا بعد غا تلفزيونا ومينا يسير خسن النبي صلى الله عليه وسلم همش نوينا وخاص حسبني خمس قد العلماء سنة غام ولكن رب العالمين هذا سنتمس البصر سن لأنه قلنا تبع الحق رب العالمين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر وجب القرآن وهذا الذكر القرآن دي السنة فمن أنت عزون الشين أنت وراء غزاف غافر الثوت القرآن ذي السنة أبريد الصحابة رضي الله عنهم وإذا خايس سمرنا بريدا العلماء الربانيين نعم يقع كذلك في الحديث النغني إذكارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروف مقطعة قال النبي صلى الله عليه وسلم جاثين في التوي النص كاف فاء راء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمعتقد أن أهل السنة والجماعة تعتقد أن كلمة كافر أقذني نيشن وجمش قان بعض الغني أقذني ثورا نيشن جاثي التوين النس النبي صلى الله عليه وسلم مشنا يوصف الدجال جن وصف دقيق جدا أمجد يسادي صحيح مسلم زي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحذيفة متخصص ذي الأحاديث الفتن إن النبي صلى الله عليه وسلم
قنش سنخ إقع عليه الصلاة والسلام قنش سنخ زمين غاس غاد الجال من ويسين تسمان تنس النبي صلى الله عليه وسلم يسن من غاس غايرين غاد الجال ميد غايفر وثي سين الدجال تسمان تنس إقع عليه الصلاة والسلام ميد غايفر الدجال غاس تنين غزران أخوانا غالفتني غاس غال المسيح الدجال غاس تنين غزران يجن توارد ستاوين ذمن دي شمرار ونغني كذلك توارد ستاوين ذم تمسي تترهويج تمسي ثاق يقال النبي صلى الله عليه وسلم أرتي وكذير برنوم إقوار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر خطير جدا يا إثمان يقال النبي عليه الصلاة والسلام مرث مساقع ما كذس نخطو قام دا كذس وشا وجي مش غاث كم قنط التاوين سذافش جفنوم أراحث غاي غزا نيخ راحث غاي غزا إجان تيمسي سوث الزايس قذمان ذي سمضن الله أكبر ولكن غاي كمانين مستحيل شني جنيت ولا تيمسي أذي أحد داعي خمس ذي غزان تيمسي أذي أمن زقوار النبي صلى الله عليه وسلم إلا وإني حقا توحيد سيد رب العالمين يتبع محمد صلى الله عليه وسلم رخوا يف مغسن خدمرو والله العظيم لأن النهار الفتنة رخني يتجمع المين تقي القبر بل يذكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أذي ما أجنى هذا سيني قدس ونزا أدي كثوج الناس ونزا أذي ما ثم واث أسيني سفغ دار بيع النم ذي الخيرة النم أتسفغ من ديس ذي الخيرات ثم أذي كخيش تمواث وذيس خيش تمواث وذيس لربني ريوذان خوا هذا سيني سفغ ذي الكنوزي ذيم الذهب النم ذي النوقات ذي الذهب ذي من ديم ذي الخيرات قال النبي صلى الله عليه وسلم ملين المعادن أتبع عند المسيح الدجال أمشناو أي نفن تزيزوا ذي الفتنة تمقرنت يا إثمان فتنة تمقرنت الصحابة رضي الله عنهم ومثلا من يمارز النبي صلى الله عليه وسلم سقسن ننس يا رسول الله شحق غايك ذي ثموات ننس شحري غايك ذي ثموات يا رسول الله الناس عليه الصلاة والسلام 40 يوم الله 40 يوم الحمد لله سيدي ربي 40 يوم تدخل شي حاجه نسكوا شي حاجه موال شي حاجه نبصر شي حاجه نبطاطا شاد ديباني 40 يوم ني قال اي ثمان من خرا حنغار كنجي قال راح نقعد عقب الاخو 40 يوم قد والو ولكن 40 يوم وجيوا مشنا واش تحسب الخون الشين يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهام زوارو يوم نهام زوارو ذي عام نهام زوارو الدجال خميد غاث قعد فوشت ارغاث غريغ ذي 360 يوم سي سعافين ذي سعرا حر 9000 سعافين نهام زوارو نهام زوارو ذي سعام نهاو اثنين ذي 30 يوم ذي شهار نهاو ثلاثة ذي سيمانة نهاو يعني ومن قيم نزقو السان 37 يوم أمشناو السان النخ الصحابة رضي الله عنهم يني إحتن خدين يني تعزون دار الآخرة ننس يا رسول الله رب العالمين بهيثن مريد الشيمي قان سكسة ما مش غاك في المكلة مش غاك في ثاوينو من غاك أنفكاه ماشي الدنيا ولكن الصحابة رضي الله عنهم ننس يا رسول الله نهاني جاغش السنة ماذا أخذوا الدسيج الصلاة وها يعني مش الصلاة نيجنها وها الناس لا قمس القدر مثلا خونش نتزجى يعني في مزيدة وين جت تبع عند السنة وها 4:30 كذا 4:30 الدها مرمي 1:30 قسنين 10 ساعات تقريبا نحسب ميغان زج الصباح يوفو در حال المسيح الدجال طيب فقد نحسب في ساعتين قد الصباح ثم 10 ساعات نسج الدعاء على حسب الوقت الذي نجا ثم نحسب كذلك العصا نزج كذلك المغرب نزج وهكذا أسنق القدر ومن هي موجود الحمد لله الأخ الكريم راح غا الدول الإسكندنافية الأخ طارق جزاه الله خير راح غا السويد غا الدنمارك
ذيني غاسن بعلي موشان ثلاث شهور فوشت ثلاث شهور جيرث ما مش تقن تصنينا ما مش تقن نعب ذن ما مش تقن تزمة تقن القدر أخي يعني تكسين زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ننس يا رسول الله ميد غايك ثم مارة ذي عبعين يوم ما مش تقن الزرنز ما مش تقن الصور عنز ما غا الصاروخ ما غا استيارة ما مش تقن الزرنز الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمشنا ونزان ليزداد مريد تبعيثي ذو صمير فشوف شحال يتزر سبحان الله العظيم. ليش الفتنة تم قرنت يا إثمان تم رب العالمين هذا خي ثبت إن شاء الله. يقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا ذي الفتنة يا عباد الله فاثبتوا يقال النبي صلى الله عليه وسلم أذا غرى الخبيث أمشي إن النبي صلى الله عليه وسلم ذي الشاب من بني آدم وجبوش المخلوق النوني قد تزي بني آدم. يقال النبي صلى الله عليه وسلم ذي الشاب قطط ما معنى قطط الخلق الناس مجموع مش غاني نسمى جي خذ كوب بيسني عشان حاجة سمين مهم ذا قوضة واجبو ذا زراية الطاس من غاس القوة ذا قوضة ذا الطاس غاس الله على ما يميا ما كتا ما الوصف المهم قطط مجموع خلقه مجموع خلقه مجتمع الخلق غاس تتكت الناس فرد في التوكت النص فقد مش نواظر يخسان في التوكت النص يشتم تمسح. ولكن رب العالمين يكشف القوة يذمنيا امتحانا ذي الفتنة كذلك يوذان هذا يسغى يوذان أن يدعى لسني قد دعوة سيني أمن الزاية الزي سامنا أستبعنا الزي سامنا أدوفن غاسم الخيرات هذا سنيني يوجنا وقدان صادق توجنا سونزا أسندي السفق ثم واس الخيرات هذا سنين كش الخيرات هذا غادي غاس التمنيات ربعين من سنة ديري الشين الإيبي من سن نثني تري غاس نقا عابحن ولكن نثني خسان نثني خسان هذيك خيوذا النغني هذا سنين كدعوة سنين قنش دار بينهم أمن الزاية هذا خسار أسنين بعد الكذاب وزيستي من نشاء أخسن يوجوا هذا صبحا ممحيلين وغاس نوالو زي التمنية سن الإبل سن ذي الماشي ينسن تري الضعف وغاس من غاثش أجنى يزخس ثموات كذلك. ولكن ينا ذينا ذي المؤمنين يغاج الإيمان الكمل الخلص خمي غازان منيا مني إني غذي سنياني الإيمان السنين اللي ذبني إزيد سني خبان إزيد أخي خبان النبي صلى الله عليه وسلم السنين المسيح الدجال. ولكن ذينا غاج الأجر ذي الثواب غاسي دار بي سبحانه وتعالى أنتار بالعالم ذي خيك الزيت إن شاء الله. ثم غادي فغيش الشاب يجي الشاب بعماس الشباب زك مسرمن هذا سنين الأتباع الدجال من يغاث راحل هذا سنين أذراح غاوة غيدي فغن غاو كذبة غيدي فغن هذا سنين مغاوث هم من شازي عربي النغ هذا سنين عربي العالم وذي سنين نفاولو هذا تفنى ثكثن هذا سنين ربعاض النغني النغمز هذا سنين ربعاض النغني أربين ومن نوم ونقف حد يعني الدجال. ثم غثوين غاد الدجال يمكن روح ثم أثوين غاد الدجال هذا سيني أمن الزيقة نش دار بنش هذا سيني قال الشك ذي المسيح الكذاب يزيد أخي خبان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غثقث أمش نوم شتكثي تتفاحت الشاق واش الفاق اثنين أزيني وضيمين أزيني وضيمين قال النبي صلى الله عليه وسلم جزلتين. ثم هذا سيعذا الذيما الذي عقب مشتوغا هذا سيني امن الزي قن غير شنكارتش هذا عقب الشاب بني هذا سي تهلل اللي ضحش سيني غاني خلي يقين انك شك المسيح الكذاب هذا سي عاود واسما ثاني عاود الشاب بني عاود هذا عقب مشتوغا هذا عقب يضحش هذا سيني والله زدت يقينا قال شك المسيح الكذاب الشاب قال العلماء مين يدي عقب يضحش لأن السن ذنتا مزيك خبان النبي صلى الله عليه وسلم إفاح ذنتا مزيك خبان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذن ذان غاي وذن سيني يا عباد الله وتقف أسيني قوى ذني حد ذا سيك جميع اللنج يعني رب العالمين يكشس الإذن ويغاينغ أذين غجن من ذن قع الفتنة يا غاس من يش حغاين غني وذا الجنوة ينغن يمكن أن يقوث يمكن مشنا نغاذي سنكس الخيرات وكل شيء ولكن من ينضغيا ويغاينا غادي نغجن من هذا
ثم غد يسد سيغاس الشاب بني ربي العالمين يسيق النحاس أتفوز ماذا سيغاس أثي تفسقذان دي فسن أثي يندا ذي تمسي ميخذك غزاجة تمسي ولكن تقف ذي الجنة أمشي خبان النبي صلى الله عليه وسلم يقع عليه الصلاة والسلام الشاب أعظم الناس شهادة غرب العالمين يوم القيامة. أما الأتباع نس الدجال خود نس غال أتباع الدجال يقال النبي عليه الصلاة والسلام أتباع 70,000 زي اليهود أصبهان أصبهان ديش تندين تقضي إيران أتباع 70,000 زي اليهود واجبوا ينوى ينا ديش جيفن 70,000 ينا ديش جيفن وام كورجز قنا غاسن يعود وين يتبع النغني العقيدة اليهود الدجال نهني تعتقد قارب العالم نس انت دي السك انتيس نغايق الدولة زي النيل اختال فورات العقيدة نسن. ثم زي الأتباع النس أيضا زي الأتباع ويتبع الدجال الكفار عموما ذي المنافقين. إذ كاد النبي صلى الله عليه وسلم أمجن ذي الحديث أنه ويتذ مكة ورد المدينة هذه أحغاج ممشان طاف نسنت قان السبخة هذه نقيم هذه نهزنت مكة ذي المدينة غد عجيجنت ما روي ذيس ذي الكافر نيخ ذي المنافق أدي فغزي مكة ذي المدينة أدي ياور سني غد يحقى المسيح الدجال ويغايق قيم الدينية إلا المؤمنون إلا المؤمنين أخي قارب العالمين الزيسن بإذن الله إن شاء الله تعالى. وكذلك زي الأتباع النس الجهل عموما يوذن وتعزن والو ذي الدين وغاسن غالى ذي الدين إن رخص قاس خلي اختلت حرام أبابا غوما عزيزي غاخري اختلت حرام يقارش من السكم الدين كني وما تعزن ما تفاقم فاميليا أودي السلام حرام لا يديك ما نوجه زي المحارم نشقى السلام حرام يقاش متى زمتهم الدين جديدني يتعاند السنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعاند يتعارض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمش نوينا مرقي من خمانيا وتعلم الود دين وتعزن وظفان الحق يناقين دي الخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الأعراب ينعيش دي البادية يفجح نوها ويعيش بوذيث الدين تويسين والوزي الدين وانت تري ذا فجاح وانقاب مارة الحمد لله موجود في الجاحنة غاسن عقيدة صحيحة وكل شيء ولكن السور الأغلبية انت تريح ذا جنزا تريح ذا جان ربيع خمي غايزا المسيح الدجال الذين يوجنا قد سونزا الذين يوجنا سونزا الذين يتماسك على دار ربيع عندما تقع دار ربيع هذه زا منية انت ذيري في أمس الحاجة غاوما في النبات هذه يفتتا والعياذ بالله هذه تبع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم زي الأتباع أيضا ثمغارين لأسباب لأن ثمغارين الطاس في آخر الزمان ذيرين تطاس أمشينا النبي صلى الله عليه وسلم كيجن حديث أتفي جمعيز وها خستمون تابعين ثمغارين يعني جمعيز تقابل نتيد 40 ثمغارين حديث نواني 50 من كثرة النساء يعيز يمكن موثن دي الحروب من كثرة النساء. ثم أيضا النساء ضغياء ثمغارين ضغياء تقنت من هو غاسب الإيمان قوي وغاسب الثبت الدينس غات غار غاس نين فرانك والصومج أتفهم خواياز أتحت خدام أتكبير من أنت التموبين أنت تتفل طاية كل شي منايا مني غات نين فرانك وما مش مرزر المسيح الدجال أزر الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله نشير ونضح حد نيخ ونتعيب حد ولكن تعزي وذن الثقن تعزي وذن الفهم حمته مرزش الفتن أنيري محصنين أنيري غاخفري بإذن الله تعالى. ذي السواق الأخرى ويعمان السواق إلا ذي مغاري هتقعد دي بارش مارة تاع كور خمسة ستة أربعة قوانت تحونا الشوانت ولا حول ولا قوة إلا بالله أرب العالمين ونذش ميخلقين إنما وقرنا في بيوتكم شم ذي مثغنات إن لا 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 لقد رمض ذي الإسلام أذف غبارة هذا حد خذ ماخ هذا حد رنش هذا رنش غير زمام الأمور شد الجذغ يعنطار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ثمغة في غاتورة يعني ثاوان سيسن الجوع كذا أتمن تفتتن أتمن الزيت كذلك ثمغارين ذيك الموضة ذي المسلسلات ذي الفتن توقيعا غات بعض زاشن المسلسل نرمن يغدي اسمون من ويحرم يعني المسلسلات يتجا اسما لا يليق المكان أمشنا يا النافع أحمد نيخ يسمون المسلسلات أذمان يذكم شنا ولكن كني قد سنم من ميد هاد شن الموضة نخشن مسلسل هاك وش دزين نخاروك نخ المونديال كوري جنس تقند الخور عبية انت مغارين تقند خاسي اسمون
الدوالي تيران تشما ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن فتن انت رب العالمين ذا ثبت إن شاء الله. ثم زي الفتن أيضا أديك الأعرابي على سيني آمن زي إجنز قمسر من أخذك المسيح الدجال هذا سيني آمن زي قنش دار بنش هذا سيني تعزق الآية هذا سيني غذي تسنكاح باباش ذي ماش زير مكت تري موث باباس ذي ماس ما زي ثمنه سيني واه زي كامنا هذه الشيطان ذي فوتون باباس هذه الشيطان نغني ذي فوتون يماس هذا سيني نمي قد واني دار بنش تبعيد هذه تبع هذه فغزي الدين غال الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب خفت العقول نخ القلوب نخ يا رب العالمين. ولكن مرة في بذية الفتن غاس النبي صلى الله عليه وسلم ودخي الجبوية مني يكشانخ من زيغان فايخ فنا يكشانخ الحصن يكشانخ الوقاية يقال النبي عليه الصلاة والسلام وني غايسران أن الدجال يفقد فلينأ عنه الزيس ياور واش كني ذا خذ كوبيز والو ذا قوضا ذواها كوشي هذا خذ غاس فغو خذ بين خيوذان. لا النبي عليه الصلاة والسلام يقارش فلينأ عنه نفع راح تاور وغاس تفغشا ممي غاس شهوات غاس شبهات وقابو قنش ذي الإيمان أذ بين خيوذان أنه ذو الكذاب ذوي خارقا حمد سني وذان. لا الرسول النش المعلم نش النش فلينأ عنه بعد خاصك قد غاصفه ومن يأتي الشيخ يجي المنهج يجي المنهج يتيش المنهج ومسلم حمته فهو يتعرض بالفتن لأن البعض نيوذان يتيلي على رأس الشيطان وقيو عن سن وقش جيف سن أتوري ذي قارس شك شك لا لا شك ومن قوي الثالث غالبارني ما راح قيم شي حاجة زي ما يتوقعان تسنشك الأحوال شك قد زاد جيد شك ما شاء الله شك قد جوزي ماركاني نيوذان نخذ ثلاث ألف غال موقع عني الانترنت ما تزال لي توقعان موقع عني أتزال مش الأحوال كذا فغاضي يدفع عياذ بالله صافي تريد يوضع يفتة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة أول مدينزل القرآن ينزل الصحابة وينزل ذي قارس من القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا وتقارب شغع الزنا ونثنين الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرت تقادكيس تقادكيس فراك الشغل ني تقاد ديك وبري تقاد ديكيس ما مش غاد قد يقارش النبي صلى الله عليه وسلم جاهد التوين النس مش النادي الحديث السالف يعذن مكتوب يعني جاهد التوين النس كافر ونيت غايزان زيوم هذه نخافو كميانس. الله اكبر مين تعنى مين تعنى يعني الهمه يا غال مؤمنه مين يعنى الايمان يا غال مؤمن هما تفاديك منايا الا وني غاد الايمان. ثم من بين الوسائل أيضا أتحفظ عشرا الآيات زي أوائل سورة الكهف عشرا الآيات زي أوائل سورة الكهف ذي رواية ماني زي أواخر سورة الكهف زي جنة عاود كذلك. ثم ربما دي سن الجنة شيني نشق السنغضاء روقت وغارشة ملحفظ القرآن أخدمه سنخذ غاه من هذا غايف فوق هذاك الشيخ المصحف هذا عازم المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أخص غاخش من عشر الآية صفي غذ أذياور أذي بعد ولكن يثمى ذنيج الحديث المانية يسجد يقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكيش نجيرث أتى في القرآن وذي سواله مين دايس ذي الآية ذي القرآن مرة ذي النوافع ذي قاعد أتعزم القرآن تفتي ورقين تشمراري ولو الآية وربما تيري الآية يغتيري العالم يذقش من يقبر الدجال من يدري الله أعلم. والحديث صحيح يرواه الإمام مسلم فالإنسان بنادم يتجا يتعزو الخايف في النس ما يمو تحفظ سورة الكافر ما يمو تحفظ 110 الآيات وتجويطس
شحال سن لغة نشين، شحال نتعلم، نتعلم الصنعة، نتعلم توموبيل، نتعلم كل شيء، شوية زي القرآن إذا غاين فعن وزما نتعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالي خصنا نجاذ نغيثنا، لأن الدارسة عاود غاز والسين ما تسقسيخ ما تزخا من اليوم، معليش نغسل السقسيخ ويحفظ سورة الكاف، نغسل ويحفظون عشرة مرحبا عند الأحباب، ولكن ما شاء الله. ثم إيقاء أبي سعيد الخدري رضي الله عنه للحديث إيقار وخ النبي صلى الله عليه وسلم ونغيغ عن سورة الكهف أمش تنزر ثم إمسكاك الدجال لم يصلت عليه وغسيت صليت شان رب العالمين. وذي الحديث عفوا الحديث يروي الحاكم ذي المستدرك وإن صحيح على شرط مسلم. ذي الوسائل من زغار حديث فنش أيضا الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى ننادي مزواره أن الإنسان مريم سقاكي يقل المسيح الدجال يقارش النبي صلى الله عليه وسلم قنطي الطاوين سيدا يشجف نش هو يا أرح وضاك إغزانين يخسو الزيس إغزانين جد تمسين خمي غاري ثقوال من غاث القيد من غاث قنطي الطاوين شد سيدا يشجف نش لاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. اللهم أغثني، اللهم أغثني، اللهم ثبتني يا ربي أغثني الحمد، اللهم أغثني يا ربي ثبتني، شو تحت قاعد دعي أرب العالمين شو كش ثبات أجدي غاث الله سبحانه وتعالى أتفق نش قمان أتفق نش دار حمد نسي دار بالعالمين. وكذلك من وسائل العصمة أيضا من زغان حضيخ النخ الزيس معرفة الأسماء والصفات. هذه نشان الجن من العلاقة جاد الجال ذي المعرفة الأسماء والصفات والصفات. ننادي الحديث أن الدجال ذا ذاغر فشكمي تغاي فغ الدجال شكتري سن الأسماء الصفات نار بالعالمين هاتكو مصير تباق الصفات نار بالعالمين خد الدجال أن الزوارة دوري الدجال ذا ذاغر هاتسن شكار بالعالمين سبحانه وتعالى وجوية مني هاتسن الله تبارك وتعالى وجوية مني ثم هاتسن الله أنت المسيح الدجال التضار بالعالمين شحف الزيس. والله سبحانه وتعالى وذيس ومن القسن وذيس والنقائس ورد العيوب. الله سبحانه وتعالى جميل سبحانه عز وجل. وكذلك من وسائل الوقاية أيضا من المذيع مكة نغى المدينة مشينا النبي صلى الله عليه وسلم فتحت صدغد مكة نخذي المدينة مرز ما تحت صدغد أرى يقارة النبي صلى الله عليه وسلم. زي الوسائل العصمة أيضا الاستعاذة زي فتنة المسيح الدجال ذي الصلاة بعد التشهد يقال النبي صلى الله عليه وسلم مريق أحد زيوم التشهد أذي التغار بالعالمين أذي يحفظ زي أربع الحويج اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ثمغات قد تشهد النج قبلتك السلام عليكم أنتيني لا بد أن نحفظ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. زي الوسائل العصمة أيضا يوذن ذاور غيثورا ثم خميد غيفا يمسر من أسوجدن أذقن الحابة كيدس وتري غاسن القائد انتذ المهدي محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام هذا جمعنا سوجدن ولكن وتقنوا الحاب رب العالمين أخسني كفا الحاب في مسلمن قيمة اثنين طريقين إن شاء الله نخش طريق هذا كمره بحول الله وقدرته. ف ومن سر مار الوقاية منايا كل شيء رب العالمين هذه فارش المؤمنين يبشر النبي صلى الله عليه وسلم سل هلاك الناس ما مش غايم مثل الدجال. يقى عليه الصلاة والسلام في جوسا ذي الحديث قار والإمام أحمد ذي المسند النس الترمذي ذي السنن بسند صحيح يصحيح الشيخ الألباني رحمه الله على شرط مسلم ذي الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنا أدياس المسيح الدجال من قبل المشرق والمشرق سوريا الشام يعني الشام يعني جيتني سوريا العراق الأردن جيتني مارق أنا السنيد غايك لأن الفتن مارا السنيد غافرند ميد غايفر ماني غايراح يتازد يحق المدينة ما يتازد يحق المدينة قانتد الملائكة مشننا الشاثند تعرنتيد أثارن غال المشرق
يقال النبي صلى الله عليه وسلم ذيني غيمث ذيني غيمث أم يا إن صلى الله عليه وسلم يقال عليه الصلاة والسلام الإمام يمسر من الزيسن انت المهدي يتقدم الزيسن الزاج اسم النس انت قناس المهدي قناس محمد محمد بن عبد الله المهدي الحسني العلوي الفاطمي أغنبو بن النس أم شنو أغنبو بن النبي صلى الله عليه وسلم اسم النس أم شنو اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم باباس أم شنو اسم باباس أم شنو اسم باباس النبي صلى الله عليه وسلم أثي سجد رب العالمين ذنها ذي الجير أثي سرح رب العالمين ذنها ذي الجير وجمش قال أخو بعد كذاب الدجالين قاغاس النفاد كيش ممشان أمشي قال الروافد قاغاس كذا غاس كذا وسوفهم ما خذوا يا مني المهم ومي مني هذه هو عيسى عليه السلام هذه هو عليه السلام والنبي صلى عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يوصفاه ما مش دغاه هو عيسى عليه السلام ما مش دغاه هو ذمينياض ما مش يقى ذمين غايق أول من دغاه هو من غايق يقال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما يمسر من ذي الإمام سنتع الزواز الزج صلاة الصبح هذه هو عيسى عليه السلام متأبطا يعني يسند نخي كيف السن خثنين الملائكة نخثنين موفرون الملائكة هي ضارون يمير غورا يمير غباج أمي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جي باج باج نختني شوية ولكن ما مشريخ الشيخ محمد حسن الذي يحفظ رب العالمين انتذ مشايخ مارة هذه سنقى رب العالمين البركة أرحي الناس يتقيد تاسواما نروضو خميد غاي هو غا أفيزا مسيح الضلال غا أفيزا المسيح الدجال أفيزا المسيح الهودى عليه السلام غا أفيزا يقال النبي صلى الله عليه وسلم أذي في سيه أم شنو مشي في السيه أمان مشي في السير ملح ذقوامان ثم غذيك كعاود أذياور أثي تبع عيسى عليه السلام أثي تبع من يتغاي الطف أثي تفقيج ممشان قيج تندين تقانس لد لد دميا لد لد داروخا ثان دين معروفة غاية مهن في فلسطينيين من دا يسروخ ذي اللد دا يتندين تايش المطار قانس مطار بنغوريون غاوذين مطار بنغوريون مرسن أما الأتباع الناس الدجال فمرة إنين يتبع نزل يهود الكفار غاز شو من النفس النس غاز شو من النفس النفس النس أيضا مثل والنفس النس يتكوذ من يتكوذ من يتكوذ الغزلة النس عيسى عليه السلام ثم رب العالمين يكفي مسر من الزايس الحمد لله رب العالمين يكسي خانه هذا يعقب عيسى عليه السلام يقبريد أكيس المؤمنين رب العالمين غاز ديوحة يجو مع النغنية أسين يا عيسى السفغ العبادين النغنية وذي النحدي زمارسا راح صاور العبادين وغا جبل الطور يجو مذراء قانس الطور هذا سين رب العالمين عيسى عليه السلام صاور الموحدين المؤمنين غاو ذراني السفغ شل العباد ويزم ما حد كيس نمنا ويزم ما حد أكيس نقر حاب يعني وكيس نتمواجه شاء كيس نتقدر حابني علي عيسى عليه السلام ذي المؤمنين أذتاكني بريذن الشوارع أذ قاعد مغاي ثورا أذ قاعد مغاي شفل الطور من عنانينا يأجوج ومأجوج سلم يا ربي سلم يلا نكمل زي فتنة المسيح الدجال ثم في النواز من فتنة المغنية يأجوج ومأجوج أمشنو مرث قضوة التسبيح ثلاث تبعثة طرب العالمين هذا يثبت إن شاء الله هذا يثبت تاون 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 لأنه الشين وجههم سؤال خيخ في نواه مرنش موثق الحمد لله صافي دون انت موثق مليح ولكن مش لان ما ينش المسؤولين خاوا النخ مغاري النخ مش تتفض استمر ثمانية ثم خميد غفغن هذا في الشوارع اخوان هذا في نبريد اخوان هذا سنين او نغرب سحب ثموات ما رأى نغرب ثموات الجنة دي الجنة لأن أربعة قارش قال هنا إجندا زيرا إجندا قضاض إجندا غاسم الزغيت أم الجوني تما يتقذر كاش لا لا هنا من بني آدم ذي وذان زكي وذان وا ولكن التصيد سن نثني ذي عفن قانا سن يأجوج ومأجوج ثم مغافنا مني أن الناس الخو سحب ثم واثقا غربي ثل أو دانو سحب جنة أذك سن سفريتشا سن غاو جنة
رب العالمين هذا سني قرمتيحان هذا يار فريتشة نيدا سنتي ذمن خمي غاز أنا مني هذا سنين صافي نغرب صحف الموت نوع رخ صحف الجنة. عيسى عليه السلام المؤمنين مغاز أنا مني قد دعاء عاود يا رب العالمين يا رب كسي ثنخانخ يا رب سبع ذي ثنخانخ يا رب العالمين الله تبارك وتعالى خسن يسكيش ماركن تكشق أنا سنغف تريد قوانزان بعير يرغمان البعير مرة ذاك الشيطان الزيان قناس النغف اتي ديسكار بالعالمين خاسن خميغا مثلا مثلا مش ناوي جن النفس وجالي مثل الجن بعد الجنان مثلا جو ماضيج ماضيج جن خميغا مثلا ثم ماث تعمى صلاح تنسن اتفذ اريح ديث ماث ثم عاود عيسى عليه السلام ذي المؤمنين ضاف عني في السن يا رب العالمين كسيخ رحمنايا الله تبارك وتعالى غادي يسكي جنان مش ناوي رغمان هذاك الشيء يأجوج ومأجوج الجثث نموت الله أعلم من يتغاويا ثم رب العالمين أذيا ما غاجنا التهوى أذيا هو شنسار منزع ثم ثمواث أتيري ثمواث مشينا النبي صلى الله عليه وسلم كالزلقة يعني أمشنا في سيدي الصفان ويعني عيسى عليه السلام ويتري بوذ النبي لأن آخر الأنبياء والمرسلين من يعنى محمد صلى الله عليه وسلم ما تفهم ومن لم يفهم غلط عيسى عليه السلام ذي سكار بالعالمين ذي الحاكم حمته في ذي خلص المؤمنين الموحدين ذي الفتن ثم يعني أخيرا قيمة هنا يستان يعني المدة يثقش مني ذي غايب ثونزا ثم تيري ثم واثم شنو ثيسي ثي صفان وذي النبوشا العهد وذي النبوشا المدة ذي خصن جي ثم واث زقوم أخي القارب العالمين آدم إلى يعني إلى قيام الساعة وذي النبي وشان الوقت تعدى أمشنا الوقت تذقش مني الوقت يتمنى ذي النبي صلى الله عليه وسلم ذي سيعيش إن عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح ثلاثة إيمان ثم ختم خيث ما سمح ثي عطا خوم لأن الموضوع خطير جدا مشينا الأخذ الإعلان نسبارك الله فيه لابد يخسى النبه الفاميلية النقل طاوة النخ ثمغار النخ أكس النقل الحكمة أكس السور بالتي هي أحسن ما غد ناري وذن غد دين إن شاء الله بالحكمة بالتي هي أحسن فطار بالعالمين هذا خي ثبت إن شاء الله خلي استقامة رنشين لطاوة النخ رد ذرية النخ مارة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى يقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نطار بالعالمين هذا خي ثبت إن شاء الله مزيان ما نتقارب شي حاجة أنك شي حاجة الدعاء خاصة البعض يودا مساكن هرشن تتانوم بالدعاء تتانوم بكني وكيسن تدعم البعض موت مساكن تتانوم بكيسن تقم الدعاء قل والدين سن ف مش تسوفي انت دار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من وسع كرسيه السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك سبحانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى
أن توحد صفوفنا وأن تجمع شملنا وأن تؤلف بين قلوبنا. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحدنا على كلمة التوحيد، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ربنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا حي يا قيوم أن تبارك في من بقي من والدينا، اللهم متعنا بطول أعمارهم، اللهم متعنا بطول أعمارهم. اللهم من كان منهم مريضا فشافيه، ومن كان منهم مبتلا فعافيه. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب أطل أعمارهم على طاعتك واختم لهم بالحسنى يا رب العالمين. ومن مات من والدينا وأجدادنا فاللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم مد بصارهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم لنا إخوان مستضعفون مضطهدون في كل مكان، اللهم يا رب انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم يا رب احفظهم واحفظ أموالهم وبيوتهم ونساءهم يا رب العالمين، واحفظ أبناءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. من لنا ولهم سواك يا رب العالمين؟ إلى من نشكو يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام؟ يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم رد بهم إلى دينك. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات والانحراف وطرق الشيطان، اللهم ردهم إلى دينك وإلى سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ فتياتنا من التبرج والسفور والاختلاط، اللهم احفظ فتياتنا من التبرج والسفور والاختلاط، اللهم احفظ فتياتنا من التبرج والسفور والاختلاط. اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم إنا نشكو إليك حالنا يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم ارحم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، أن تشفي أم أخينا سفيان. اللهم اشفها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم ابدلها لحما خيرا من لحمها، ودما خيرا من دمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا أذهب ما بها من بأس يا رب العالمين، اللهم أعدها إلى بيتها سالمة معافى يا ذا الجلال والإكرام. وزوجة أخينا إدريس اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم ادخلها فسيح جناتك، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم ثبتها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربي هذا جهدنا يا ربي، فتقبل منا وأعنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على الدعوة إليك، اللهم أعنا على الدعوة إليك، اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا في هذه البلاد، اللهم احفظنا في هذه البلاد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا.